احضرتكم في ميلاد مجسرين وفي مهرجان الشهيد دورته التاسعه. كما تعرفوا احنا كنا عقدنا ندوه صحفيه امس مع الوسائل الاعلاميه الجهويه، واليوم حبينا معناها فرصه باش تكونوا انتم بحذانا، نحبوا نجاوبوا على تساؤلاتكم. نحب نبدا قبل كل شيء مع رئيس المهرجان صابر الروافي، اذا كان عندكم اسئله ليه طرح بديكم. انا صابر الروافي رئيس هيئه يوم الشهيد، مكلف انه اللجنه تاعي بحيث هذه الذكرى وهي الذكرى التاسعه. اليوم نحب نقول لك هي الشابه معناها. ما كانش على تقاليد في التنظيم لسنه اول مره الثوره، وطبعا الثوره يرجع للمعدن نتاعو اللي هي الشباب. واحنا في البريود هذيك تاع الثوره نحن يعني كانت اعمارنا في في العشرينيات معناها. اليوم يعني انضجنا بما فيه الكفايه باش الثوره ترجع الحب نتاعها ونقودوها. وليد خضراوي رئيس جمعية مبدعون من أجل الحياة، جمعية مشرفة على هالمهرجان هذا. احنا اليوم في الدورة التاسعة، عندنا 9 سنين. الهيئة وصلت إلى درجة نوعية ودرجة ربما كل دورة تكون أفضل من الدورة اللي سبقتها. سنة فما برمجة متنوعة بمختلف الفضاءات العمومية والخاصة داخل القصرين وخارجها، باعتبار الشراكة اللي مع أخوينا في تالا في فريان، مع التظاهر مش فقط مقتصرة مع القصرين المدينة، في 3 جهات ربما جهات اللي كان عندها دور كبير في أيامات الثورة. أخونا سفيان كاتب عام المهرجان، تفضل. مرحبا بكم، مرحبا بكم في عاصمة الشهداء. العاصمة قاسبين هي نويو لون للربيع العربي كما سمي. ان شاء الله باش تغطيو لنا المهرجان في 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 حاجه ان شاء الله تعجبكم، ان شاء الله نعطوا صوره باهيه للقاسبين ولتونس على نطاق عالمي. باختصار البرنامج باش يكون متنوع، فيه كل شيء، فيه رياضه، فيه ثقافه، فيه جانب سياسي، فيه تنموي. باش نحكوا على المشاكل اللي قامت منها الثوره، وعلاش ولادنا ماتوا، وعلاش خيانا جرحوا، من اجل هذه الجهه اللي لهذه اللحظه مازال تقريبا قاعده في نفس النقطه اللي صارت عليها الثوره. باش يكون المهرجان ان شاء الله يمس جميع الاطياف، باش يحاول يحرك حاجه في القاسرين جديده. ومرحبا بكم مره اخرى. بالنسبه لي مسؤول على الندوات، حبينا نعملوا ندوه حول الاستثمار في ولايه القاسرين. ولايه القاسرين كما تعرف الناس الكل اللي هي معناتها في اخر السلم في التنميه في الجمهوريه. في الندوه هذه ان شاء الله باش نحاولوا نعملوا دياجنوستيك للحاله تاع الاستثمار في ولايه القاسرين، ونحاولوا من خلال هذه الندوه نخرجوا بالحلول اللي نجموا نذهبوا بها بالولايه هذه اللي تسخر برشا بالخيرات. هو الحقيقه ما نحبش نقول مهرجان، على خاطر ان شاء الله يكون مهرجان في الايام القادمه، هو احياء لذكرى يوم الشهيد. نحبوا الرب والناشئ، ونحبوا اترافيركم انتم معناها، وبالمناسبه هذه يكون يوصل المطالب اللي مات عليها الشهيد، على خاطر فعلا المهرجان مازال ما وصل حتى شيء. مش مهرجان، هو الشهيد مات على الشغل، ومات على الحريه، ومات على الكرامه. كانت في الدورات السابقه كل دوره عندها اسم، تقريبا الاسم الوحيد اللي بقى في بلادي وبقى يخالج وبقى مع كل الاعلاميين النزهاء، ونحب ننزه ميدان الاعلام، هو نحب نقرا في بلادي، نحب نخدم في بلادي، نحب نداوي في بلادي. الشهيد مات على المطالب الاساسيه، مات على الشغل، مات على الحريه، مات على الكرامه، مازال ما ثم حد شيء. شفنا الدم اللي اجرى في حضره حي الزهور. نحب نستعمل المصطلحات هذه باش نكونوا امناء على عائلات الشهداء. مازال ما ثم حد شيء على ارض الواقع. احنا نحبوا الذكرى هذه تبقى ثابته وخالدا. ان شاء الله يكون مهرجان، ولكن راهو الشيء اللي مات عليه الشهيد مازال ما وصلش. نحبوا توصلوا لنا الاهداف نتاعنا، نحبوا الجهه هذه المعزوله ان شاء الله باش تدوروا في ربوعها، باش تشوفوا تحتكوا بعائلات الشهداء وجرحى الثوره، باش تشوفوا مصابيها. نحن نحبوا الدوره هذه، وانا من خلالكم نحن هذا تكليف مش تشريف. نحبوا تفعيل المرسوم 97.